دونك هنا اليوم كنظموا واحد الحفل تقريبا اكبر حفل اللي غادي يكون اكثر من 450 شخص اللي يحضروا هذا الحفل السنه الثانيه ديال المؤسسه ديالنا اميري الصغير اللي ديال ماتيرنيل كريش ماتيرنيل وانستيتو دو بريسكولير. بالنسبه للاهداف ديال المؤسسه ديالنا كنشتغلوا على المستوى ديال التعليم الاولي خاصه من مور التوصيات الملكيه الساميه باش نرفعوا مستوى التعليم الاولي، وبحكم اني حائز على ماستر واول نقطه في الانترناشونال ليدرز اكاديمي كنشتغلوا مع الاطفال من واحد المنطلق ديال ليستيم دو سوا، كيفاش يكون عندهم واحد الشخصيه قويه باش يمكن لهم يعطيو واحد يعني يتصدروا المراكز الاولى بالتفوق، وكيفاش يكون عندهم بطبيعه الحال واحد الكونسيبت ديال ليستيم دو سوا، كيفاش هما يشتغلوا على نفسهم وكيفاش بطبيعه الحال تكون عندهم اون بون بريز دو بارول وتكون عندهم شخصيه ممتازه مع التعليم مع التربيه والتعليم. الحفله هنايا الدخل رائعه جدا و سنه سعيده لكل المغاربه. المدرسه ديال لو بوتي برانس درت لينا حفله قصيره بحال شي عيد ميلاد باش نفرحوا شي شويه باش يجيو لي بارون لي مامون يشوفوا وليداتهم، ونتمنى سنه سعيده لكل المغاربه. شكرا. حيت نظمت مؤسسة لو بوتي برانس واحد الحفل احتفالا بالسنة الثانية ديالها، افتتاح السنة الثانية ديالها. بالنسبة للحفلة هذه كان مؤسسها الأستاذ يونس، كنا كنديرو عندهم كومونيكاسيو وكانت في المستوى، شفت الحفلة هذه في المستوى. الحفلة هذه زوينة بزاف، الدي جي والموسيقى كلشي كان في المستوى الحمد لله.